أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الخطباء وكذلك الشعراء في نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله بصيغة المخاطب، فهل هذا جائز؟ لا، ليس هذا بجائز، لأن هذا يشبه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وندائه، إنما هذا ورد في التشهد الأخير فقط، التشهد الأخير فقط، ويحمل هذا على الاستحضار، على استحضار الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهن، كأنك تخاطبه، فنحن نعمل ما ورد ولا نزيد عليه. نعم.